في ذكرى رمزنا أبو عمار زعيم الثورة والقائد الموشح بكوفيته السمرة ليل ونهار. عام بعد عام والذكرى خالدة فينا يا ختيار. عام بعد عام والكل من بعدك صار محتار. الوطن صار وطنين والشعب صار شعبين، وبدل ما كنا واحد صرنا اثنين. طيب لو كنت بيننا يا ختيار كان حالنا هالحال ولا كان قدرت تغير هالأحوال؟ لو كنت بيننا يا ختيار كان احنا عايشين في ذل وحصار وانقسام، ولا كان وحدتنا واخدتنا لبر الأمان؟ طيب خلينا نشوف الناس ونسألهم ونسمع منهم لما نحكي لهم لو كان بيننا أبو عمار. الشامخ يا الشامخ مثل الجبل. كنت ماشي في الشارع وقابلت الشخص هذا، ايش هتحكي له؟ ياسر عرفات الرقم الصعب، ياسر عرفات الذي اشتاق له ويشتاق له كل انسان فلسطيني وعربي. بدون دعم تعظيم سلام، لانه هذا رجل عظيم ابو عمار الله يرحمه، كلنا بنحبه، ومن هذا كمان 100 سنه حنحبه ولا 100 سنه حنحبه. هذا البطل، هذا الرئيس، هذا العمود الفقري لنا كان. يعطيك العافيه. الله يعافيك. انت ماشي في الشارع وشفت الشخص صار، ايش راح تحكي له؟ إيه الله يرحمه طبعا، وياسر عرفات فوق راسنا حيضل طول عمره وقدوتنا وعمرنا ما راح ننساه وراح يضل في قلوبنا. هذا الاب الروح للشعب الفلسطيني، من بعديه ضعنا قسما بالله، ضعنا. واقول له يمكن القضيه ضاع، من بعديه القضيه راح. يعني انا بالنسبه لهذا الرجل يعني الاب الحنون، كل حياتنا كان، كل حياتنا يعني مش عارف، يعني مش قادر اوصف لك يعني الشخص هذا ايش بيعني لي او ايش بكل لي، مش عارف يعني بصراحه. كنت ماشي في الشارع وقابلت الشخص الصادق. قابلت الشخص الصادق، ايش راح تحكي له؟ الله يرحمك، ضعنا من بعده، ضعنا كتير من بعده، تيتمنا، عايشين على أمل إنه لسه في فلسطين ولدات خير الله إنه ممكن تجيب إنسان، بس والله صعب، والله لا مستحيل، زي الأب هذا ما في. أبو عمار ثورة، تاريخ. هذا القائد الذي كنا نستلهم منه الصمود والتحدي، نستلهم منه مقارعة المحتل. في الأخير تعجز الكلمات عن التعبير، وماذا سأقول له؟ كلام كثير. الله يرحمه، أحسن من كل حاجة، أحسن كلمتين. الله يرحمه، نتمنى يجينا زعيم عربي زيه يلم هالأمة العربية التالفة اللي مش ماخذين منها ولا حاجة إلا سواد البخت، سواد الوجه. الله يرحمه. أحكي له كلمتين، الوطن صار وطنين والفتح صارت فتحين، بس بعض القضية من يوم ما طارت الطيارة وكلنا طرنا من بعد. الأخ أبو عمار لكان بيننا، هذا الرئيس أبو عمار لكان ما فينا انقسام، لكان ما فينا إلا غير فينا المحبة والمودة بيننا وبين الفصائل الفلسطينية. من حد ما رحل أبو عمار عن فلسطين راحت فلسطين. أبو عمار اللي كان محيي فلسطين في قلوب الشعب الفلسطيني كان بكفينا المحبة والمودة بيننا وبين الناس، بس وين اليوم؟ رحل أبو عمار، الشعب الفلسطيني كله رحل. إحنا هذا الرجل أبو عمار وأحمد ياسين والشقاقي وكل الفصائل الفلسطينية، هدول الميتين الكبار اللي بنوا المحبة واليوم الطيبين هم اللي خربوها. من بعد ما طارت الطيارة طار الوطن، اليوم صارت الفتح فتحين والوطن وطنين. الدنيا من بعده تغيرت كتير، حياتنا في غزة راحت كلياتها. من بعده بطل في حياة، بطل في قائد يحكمنا عن جد، صار بدنا قائد عربي فلسطيني يحكم البلد عن جد، يحسسنا انه لسه في امل،
بالحرية، في أمل نرجع على القدس زي ما قال على القدس رايحين شهداء بالملايين. اشتقنا نسمع هذه الشعارات. من بعدي ضعنا احنا الزلمة هذا، الله يرحمه، الله يا شيخ يرحمه ويسهل عليه. يعني حقول له انه ابو عمار انت فيش زيك اثنين، انت بس جيت مره واحده على الدنيا، ولحتى الان ما صارش انه حدا يعني يوصل للي انت قدمته للشعب الفلسطيني. الله يرحمه.